سيداتي يا نساتي سادتي في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اليوم يوم الوفاء، اليوم هو يوم الحب، تبادل هذه المدينة الرجل المؤسس لهذا الصرح الرياضي الكبير في اسبانيا وبالتحديد في اقليم كاتالونيا. فريق برشلونة يحتفي بالرجل المؤسس هو اخوان كامبر في بطولة تقام سنويا، بطولة ودية يتم اختيار من خلية باريس. هنا تشافي هرنانديز مدرب رافينا، رافينا رافينا، فرصة جول. لويس كوبانيس يسجل اول هدف في اللقاء، مباراة النهائي لا بد من اضافة هدف في الدقائق الاولى. نعم يا سادة، انه ليفاندوسكي. شوف الكرة، شوف الانطلاقة، شوف رافينا والمجهود الجميل في منطقة الجزاء. لمسة من ليفاندوسكي في المرمى، سوبر ليفا يسجل في بداية اللقاء. مباراة لا ربما قد تشتعل في بدايتها في الانطلاقة عبر ليفان. يا سلام يا سلام يا سارية جميلة. 2022 جالسون خطرة منطقة الجزاء، خطيرة خطيرة، فرصة هدف مقابل لا شيء. يومها سجل ليفاندوسكي ايضا هدف في ذلك اللقاء. شوف الهدف الجميل اللي سجله ليفا جول، سجل هدف ولا اروع في بدايه والتسلل على فريق برشلونه. خطا في وسط الملعب لمصلحه السبيرز. فون سولمون، ولكن هنا العرضيه خطيره في المشاركات لا سيما هاري كين. دلاني لسولمون، تمريره لتوتنهام، انطلاقه في منطقه فريق توتنهام، عرضيه في منطقه الجزاء الراسيه. طبعا تعادل 3-3 خطره الان. كلو يتواجد لقياده فريق توتنهام لليفا. ليفا يا ليفا، يا سلام على الكره الماضيه، خطيره لبرشلونه كانت، وفرصه يبحث من خلالها عن تعديل النتيجه. خطيره عوده لتوتنهام، جول 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 جول. توتنهام يسجل هدف تعديل النتيجة، عودة الإنجليز عبر اللاعب أوليفر إسكيب يسجل الهدف الأول لتوتنهام هوتسبير، وعودة للمدرب أيضا أونج بوستيكيوغولو. الله على الفريق الذي يقدم مباراة جميلة. شوف التمريرة أتت عن طريق بيريزيتش باتجاه اللاعب اللي سدد. نعم اللاعب مانور سولمون، ولكن تسديدة أتت في الشباك عن طريق أوليفر إسكيب. من يضع هدف تعديل النتيجة؟ هنا خوان جامبر يا سادة، هنا كاتالونيا، هنا مصلحة فريق توتنهام هي العرضية. قامت من خلالها إدارة مافيكاريو، هي فرصة لتسجيل هدف ثاني. الكرة عودة عرضية تيرشتيغن. أغسطس انطلاقة سريعة لبرشا في سرعة، وتدخل أيضا من مدافع فريق توتنهام هوتسبير. عدت محاولة بيدري، هل من لمسة يد بيريزيتش؟ إيفان أرسل كرة عرضية خطرة، جول جول لفريق توتنهام عن طريق اللاعب أوليفر إسكيب. لا يرحم أبدا في اللقاء الكبير، صحيح بأن المباراة على ملعب برشلونة، لكنه لا يرحم، لا يرحم أوليفر إسكيب. نعم لا يعترف للتاريخ، وإنما يسجل هدف ثاني ويقلب الطاولة على برشلونة. شوف الكرة، شوف بيريزيتش لما أرسل الكرة، يا سلام، رأسية متقنة بالحرف والعدد والأرقام والزاوية. يا عيني يا عيني يا أوليفر إسكيب، سجل هدف وعاد ليسجل هدف ثاني. إنها زيارة تيرشتيكن أصبحت واردة في هذا اللقاء. أريحية جيوفاني لوسيلو، خطع بفريق توتنهام. حلو إنهاء الكرة، اللقاء تنتهي بالثالث تسديدة، ولكن تصدي جميل من تيري كوندي في وسط الملعب. خطأ فيها راية وتسلل على السبيرز.
بعيد يبحث عن عرضية رأسية. تنان اوجو ese balón de Romeu para Rafinha, levanta el bardo. Ahí está tratando de ganarle la partida para Gavi, con posibilidad de sorprender Gavi dentro del de Solomon. Ahí está el centro de Reguilón. ¿Lo va a hacer con la pierna izquierda? Pues no, jugada estratégica. Ahí se desplega por dentro, ojo a Lewandowski, el balón un pelín adelantado. Con peligro, ojo a Richarlison en la frontal. Balde. El balón al área pequeña, la pierna derecha, ahí está, tocado el balón en la barre, por dentro para Pedri, dentro del área, el disparo de Pedri, se pierde por encima de la portería de Vicario, parecía que el balón atrás, el remate de Pedro Porro, con los pies ha despejado la pelota Ter Stegen, el de Marcos Alonso por dentro, jugué, podía llegar ahí Ferran Torres, ha llegado un poquito justo. Por lo menos en la primera apreciación, por delante de... Este juega con Abde dentro del área, puede buscar el disparo, Abde con la pierna derecha, sí. Que lógicamente... Cuidado, cuidado, Abde. Tocar de cabeza, Davison Sánchez, el cuero dividido. No, con Eric García, ahora sí presionada. Y el balón al suelo, Ansu Fati, puede entrar dentro del área con Abde. Abde mete el balón al interior del área, el remate. Ahí está Marcos Alonso, buscaba en el punto de penalti. Balón en perpendicular ahora para Ansu Fati, levanta el banderín. Ojo al balón ahora al interior del área con peligro. Puede llevarla muy cerrada la pelota. Ahí está el balón al primer palo. En la frontal, Bisumá se hace un hueco para el disco. Que antes fue por Pedro Porro, ahora le tocaría a la derecha, en la asistencia para Ferran Torres, de Yamal Lamín, y el gol del Fútbol Club Barcelona, hace el gol del empate, tras esa carrera por la banda derecha del canterano de Yamal Lamín, la asistencia para Ferran Torres, y el Barça que devuelve las tablas al marcador en el minuto 36 de esta segunda parte. Ha sido saltar al campo y asistencia. Sí, no hemos visto el inicio de la jugada, pero está muy, muy solo Lamin Yamal, que es zurdo, pero tiene esa profundidad también para ir al espacio. Y luego la pelota que le mete con el exterior es muy buena para Ferran, que se está reivindicando en esta pretemporada. 3 goles en 4 partidos, qué buen balón. Es de Gundogan, creo, además, en profundidad y luego la acción de finalización perfecta. Bueno, al final el fútbol... Desde que el juego de posición se ha impuesto, se ha creado la moda y como sucede en muchos ámbitos de la vida, cuando algo funciona todo el mundo lo intenta reproducir, está llevando a que la mayoría de equipos también traten de hacer ese tipo de presiones altas. Y al... ¡Ojo a Ansu Fati! ¡Puede marcar a Ansu Fati! ¡Y el gol! ¡El gol! Del Fútbol Club Barcelona ha marcado Ansu Fati, pero qué detalle técnico y de calidad de Lamine Yamal también. Espectacular la jugada ofensiva del Fútbol Club Barcelona y también la definición de Ansu Fati. En el minuto 45 se pone por delante el Fútbol Club Barcelona 3-2. Qué golazo. Qué golazo por el inicio, ¿no? Por el origen, cuando está encerrado y Lamine Yamal, cómo sale. Con inteligencia está siendo el gran revolucionario del partido. También López dentro de área. Ahí está la asistencia para Abde. Y el gol. El gol del otro que faltaba. Del otro canterano que después de la temporada en Osasuna ha regresado al Barça. Haciendo el cuarto gol para el Fútbol Club Barcelona. Sin duda alguna. Los dos agitadores. Lamine Yamal y Abde. Han revolucionado el partido desde su entrada. El Barça.